احنا مشكلتنا على مود الساحات مال النقل. احنا كنا واقفين بساحات، اجوا القوات الامنيه طلعونا من الساحات. الامر منين ما نعرف، احنا نريد ساحات نظاميه، نريد نقف بساحات نظاميه. احنا يعني عجبتنا البادره نقف فيها بالشوارع، نريد نودون على الفيصليه، الفيصليه اصلا ما حد يصلنا ولا نفر ما يجينا غادي. يعني النفر يروح من هنا على الفيصليه على مود يركب الكيه ما يصعد الكيه. احنا نريد نطالب المسؤولين انه يرفعوا ساحات نظاميه نقف فيها احسن ما نتبادل بالشوارع. اصحاب عوائل احنا ناشد منهم انه يوفرون ساحات نظاميه يمكن تقف فيها الكيات. يعني ابو الكي من يقف بالساحه ولا يقف بالشارع احسن؟ طبعا يقف بالساحه احسن ما يقف بالشارع. مشكلتنا انه ساحات ماكو، هاي شوفت عينكم بالشوارع. كان عندنا ساحه طلعونا منها، المسؤولين الحكومه المحليه يقول روح اقفوا بالفيصليه، هو النفر يدور خطوه اقرب، مركز المدينه صاير النبي يونس. اذا منو يروح على الفيصليه؟ يعني هذه زار رزق عوائل واصحاب عوائل، يعني خلي يشوفونا بعين هاي ساحر يوفرون لنا ساحات ماجرينها. اخويا كلها خمط بخمط، الله وكيلك، ما حد يدير باله على المواطن. اهم شيء جيوبهم تنترس. اخويا احنا نجي بالعشرة بالليل مباكين، بالعشرة بالليل نعوف عوائلنا، نعوف اهلنا ونجينا زين. وهسه على الساعة 9 بعدها والسيارة ما طلعت. عزلونا القرار، دمرونا، بهدلونا. اصحاب عوائل كلتنا دحق عليها كيات، صور الكيات كلها دحق عليها. يجيك ابو المرور، ابو المرور يجتاح الرقم يطلعنا، يجيك الشرطي يجتاح الرقم زين. حتى حتنا راح، ما ظل بينا كل حيل. 13 نفر وين اوديهم؟ هاي الساحه ليش عزلوها؟ حياخذون انطلاقات عليها. تريدون ساحه نظاميه؟ زين نريدنا ساحه مثل الاوادم نقف حالنا حال العالم، ما حد يبات، ما حد يضال. المرور يمسك يعني الساعه اللي بالعمر هذا يومي بالعشرة بالليل انا هنا. النفر وبعد ما طلعت يا سيارة يا اخويا نطالب يسووا لنا كراج، يسووا لنا حال، يشوفوا لنا جاره. ايش نطالب؟ انا لا تقاعد، لا شيء، لا شياتين، كل شيء ما عندي، عندي رحمه الله احسن. ارحب قناه الموصليه، احنا ترى مبهدلين، صح اصحاب عوائل دحق علينا يوميه ام مكان ويوميه المرور مطلعنا، والله العظيم احنا نصنا ثلاث ارباع السيارات سواق عد العالم. يا اخي اذا ما اليوم نشتغل به يبين علينا. هاي هاي دحق، هاي حال السياره دحق عليهم ما من هنا يلحقونا، من غادي يلحقونا السنويات والارقام. ما هيك يا اخي، شوفوا لنا مكان نظامي نروح نقف فيه. احنا بالليل يوميه كنا انا بالنبي يونس نبات. الله بالليل ودونا على على الفيصليه 15 يوم تجربه. الله بدالك نهار واحد ما اشتغلنا به. ما يصير هيك. السبب والله يقولون على اساس ما رسميه الساحه. خوش النفر يريد يجي هنا على النبي يونس يتسوق، عيجي من البادوش يجي يتسوق. من كان عيجي يجي يتسوق هنا بالفيصليه ما كل حد. خلي يسوون لنا بس، يسوون لنا صوره حل هنا. عادي وين ما يريدون نروح. بس ماكو غادي بالفيصليه ماكو، هاي السواق هسه يجون كلهم يحجون. طيب مقام يقول اطلعوا من الساحه. وهاي لنا اربع خمس ايام احنا متبهدلين. نرجع على الساحه على باب الطوب. وين ما نريد بس يلقوا لنا ساحه نرتاح بيها. هاي لنا اربع ايام الله يشهد متمرمرين. متمرمرين واقفين على رجلينا. لا نقدر ناكل، لا نقدر نشرب، لا نقدر نعوف السياره، وين نروح؟ ما نعرف. كل ساعة. ما عدا الغرامات اللي جات. وما عدا الغرامات اللي جعد نحصلها. واحنا اصحاب عوائل يعني الله يرضى عليكم. القوا لنا نرجع على الساحه، رجعونا على باب الطوب. عندنا ساحه رسميه. وننطي انطلايق هنا، وذاك الفوضى هنا، ذاك الفوضى هنا. ويجي يوميه والله شنو المحافظ طلع عندنا قرار، اطلعوا من الساحه. ادري وين نروح دام على حالنا. دام ما جوي صار لنا اسبوع، وين ننطي حالنا؟ وين ننطي حالنا؟ وين نهج؟ خو من نهج؟ يعني شلون الحل احنا اليوم؟ كل صاحب عوايد، يلا وين ننطي وجهنا هنا؟ السواق وين نروح نحمل وين نقف؟ تعال على حالنا، ما يقبل تحمل المرور، ايانا، يقول ما تقبل تحمل يلا. الساحه فارغه، الحل احنا. سوونا صورة حل. احنا اصحاب عوائل وعلى باب الله اخويا العزيز، سوونا صورة حل. ارحم والديكم، ترى كافي مليانة تعبنا. وين نروح؟ وين نطي وجهنا؟ وين نروح؟